خلينا نبدأ على طول وندخل معاكم في أخبارنا. أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي 141 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله. ويتشكل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، عضوية كل من رئيس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، محافظ البنك المركزي، ووزراء العدل والتخطيط والتعاون الدولي والمالية والداخلية والاتصالات والتنمية المحلية وقطاع الأعمال والتجارة والصناعة والاستثمار، وأيضا رئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية. كما يتكون المجلس الأعلى للاستثمار أيضا من رئيس البورصة المصرية ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، وذلك وفقا للجريدة الرسمية. طبعا ده خبر مهم جدا، تفاصيله هتكون مع مداخلة لدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي. مساء الخير دكتور مصطفى. مساء الخير يا فندم، ازاي حضرتك؟ يعني سريعا كده اطلعني على أهمية تشكيل هذا المجلس. طيب اولا اسمحي لي بقول لحضرتك كل سنه وانتم طيبين، ولكل طيب. اخواتنا المسيحيين كمان اعياد طيبه ان شاء الله علينا وعلى مصر وعلى البلد كلها يا رب. وانت طيب بألف خير. ربنا يخليك. في خطوة مهمة جدا في عملية مسار الإصلاح الاقتصادي، كان يجب علينا أن احنا يكون في مجلس أعلى، يعني في يجتمع جميع الأطراف في مظلة واحدة لما يسمى اللي هو المجلس الأعلى للاستثمار. تمام. فخامة الرئيس النهاردة أصدر قرار بجمع جميع الجهات ذات الاختصاص، سواء دولة رئيس الوزراء أو الوزراء المعنيين، بما يشكل يعني قطر لعملية المسار لإصلاح الاقتصادي. تمام. ده بيوجه عملية الاستثمار وكيفية ان احنا نشوف القياس للدولة المصرية في يعني المؤشرات العالمية. بعبارة اخرى، النهاردة كل الوزراء اللي هتكون معنية او اللي هو تشكيل للمجلس الاعلى للاستثمار ده طبعا هيكون ليه عدد من الاطراف او عدد من المسارات، ولكن ليه هدف مهم، كيفية قياس قدرة مصر الاقتصادية وزيادتها وفق القدرات اللي هي تنافس مع المؤشرات العالمية. تمام. وطبعا ده بيدي إتاحة أكتر لزيادة الاستثمار، بيدرس الفرص الاستثمارية، بيزيل الصعوبات والتحديات والتشابكات ما بين الوزارات وما بين بعضها، بيزيد من الفرص للاستثمار النهاردة ما بيسمى الفرص الذهبية، بيحصل عملية تنسيق ما بين الوزارات. اي حاجه من الصعوبات دي كلها النهارده هتعرض على المجلس الاعلى ده لازالتها، لان احنا فندم النهارده المواكبه العالميه، يعني عشان نواكب العالم لازم يكون في اسراع في خطوات التنفيذ. اكيد. انا كمان بشوف دكتور مصطفى الحقيقه من التشكيل الخاص بالمجلس الاعلى للاستثمار، احنا بنتكلم على كل انواع الاستثمار، اقتصادي وصناعي وزراعي وكل انواع الاستثمار اللي ممكن مصر تستثمر فيها في الداخل وفي الخارج ايضا، لكن انا شايفة من التشكيل ده كمان أنه هيدي الحقيقة فرص كبيرة جدا أن كل مسؤول في وزارته أو في الهيئة اللي هو معني بيها هيلاقي أي فرصة أنها ممكن تكون زيادة أو ممكن توسع أيضا النمو وتوسع أيضا الخطوات خاصة الاستثمار، هتبقى أسهل وأبسط بكتير. بكل تأكيد. اسمحيلي طبعا التشكيل أكيد حضرتكم بتعرضوه، ولكن في نقط في غاية الأهمية. واحد، ان من الجانبين اللي هو السياسات النقديه، يعني محافظ البنك المركزي هيكون طبعًا موجود، والجانب الاخر السياسات الماليه اللي هي السيد وزير الماليه للسياسات الضريبيه بقى والجمارك وما شابه ذلك، والتخطيط كمان، يعني الدوله بتخطط هتكون رؤيتها فين في 2030 وازاي نخدم على هذه الرؤيه خلال السنوات السبعه القادمه. أكيد. سواء بقى احنا عايزين نشوف قدراتنا بقى أسعار الفايدة وشايفين ازاي صحيح، يعني خلينا نقول بمنتهى البساطة دكتور مصطفى ان كل الأشياء هتكون على ترابيزة واحدة، يعني المعلومات اللي نقدر، القوانين اللي مسموح به، سرعة العمل، سرعة يعني انه الإجراءات، كل الإنجاز بشكل عام. مظبوط. هو ده الغرض الاساسي من ان السيد الرئيس بيوقف بنفسه على كل خطوات الاستثمار داخل الدوله. أكيد. زي ما بيشرف كده على المشروعات القوميه. صحيح. وبيحاول النهارده يواكب بيها التطور الكبير بان هي بتكون في مراحل اقتصاديه متقدمه. اكيد بقى فرص الاستثمار النهارده، لان حضرتك تعلمي جيدا
ان الحرب بتاعت روسيا واوكرانيا ليس صحيح حربا، ولكن كمان تاثر بها الاستثمار العالمي باسعار الفايده اللي ارتفعت في العالم، وطبعا للاسف التجاره العالميه يعني تقلصت، ابتدى يقل يعني في مشاكل كثيره، وكيفيه دخولنا مع متغيرات العالم، ازاي هنشوف البريكس أكيد. في البريكس في الدول الاخرى، ازاي هنشوف خروج بعض من الدول من نظام العملات الاخرى، اعتقد هو التوجه يا فندم. اكيد. انا بشكرك جدا دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي عن هذه المعلومات، ونؤكد هذا الخبر وهو وجود المجلس الاعلى وتشكيله اليوم، مجلس الاعلى للاستثمار، الحقيقه ده خبر من الاخبار المهمه.